هنا برضو عشان تفهم الفرق ما بين النون بيرينج انترست نود والبيرينج انترست نود، خليني هاخد سيناريو في حته النود بيبل دي. سيناريو في حته النود بيبل، ماذا لو هي بيرينج انترست نود؟ يعني لو انا غيرت كلمه واحده في المثال وقلت لك هو مضى على كمبياله ب 300,000 دولار بيرينج انترست نود، يكون شكل المعالجه المحاسبيه ماشيه ازاي؟ يكون شكل المعالجه المحاسبيه ماشيه ازاي؟ هنا هيكون دفع كاش كريدت كاش ب 77,273، دي ما فيهاش تغيير، دي ما فيهاش تغيير. طبعا اللي انا بشرحه على السبوره هنا مش هتلاقيه على البرنامج ده، انا بدي لك سيناريو تاني عشان افهمك الفرق بين النون بيرنج انترست نود واثره على القوائم الماليه والبيرنج انترست نود واثره برضو على القوائم الماليه. دفع زي ما احنا قلنا 77,273، ماشي. مضى على كمبياله والكمبياله دي التوقيع بتاعها هنا ناو، ادي ناو الكمبياله الممضي عليها ب 300,000 هنا اهي ماشي، بس بيرنج انترست وتتسدد هنا اللي هي بعد مرور سنه واحد يير، يبقى هيتسدد ال 300 زائد الانترست على اساس 10%. ال 10% بتاعت الفوائد هي 30,000. ليه؟ لاني انا مضيت على كمبياله ب 300 هدفعها بعد سنه 330، ماشي. يبقى هنا هكتب نوت بيبل كريدت، نوت بيبل. حطيت النوت بيبل بي اف 3، حطيتها بالفيس فاليو اللي مكتوبه عليها اللي هي 300، ماشي. طب في ديسكاونت على الرقم ده؟ لا، لان الرقم ده هو الكاش ايكويفالنت، لان الرقم ده هو مكافئ الكاش، لاني انا مش هدفع ال 300، انا هدفع ال 300 بلس الفوائد بعد مرور سنه. طب دي معناها ايه يا فليب؟ معناها ان ثمن الارض والمبنى، ثمن البروبرتي، يبقى البروبرتي هنا هتساوي الكاش ايكويفالنت اللي هم 77,273 زائد ال 300، لان ال 300 دول يعتبروا هم الكاش ايكويفالنت، هم البريزنت فاليو النهارده، لان لما هسجلهم، لما هسددهم بعد سنه مش هتسددهم 300، هتسددهم 300 والفوائد اللي عليهم. يبقى هنا ثمن البروبرتي كلها هتبقى 373,273 اللي هو مديني فيها صراحه ثمن الارض كفير فاليو، يبقى اللاند كفير فاليو ب 125,000، ماشي. يبقى هكتب ديبت اللاند ب 125,000 وديبت مره طبعا بي بي اند اي لاند، وهنا ديبت البيلدينج بالباقي، وطبعا فرض الرشاده قائم برضو. يبقى الباقي هيكون كام كده؟ هيكون 373,273 ناقص 125,000 هيساوي 248، مش 225، 248,273. خليني ده القيد اللي هيتم يوم الحيازة اللي هو جان 31 2020. يبقى القيد ده في جان 31 2020. طيب برضو همشي حتتين، همشي مع الانترست بتاعتي وبعدين همشي مع الاسد واستهلاكه. طيب الاول الكاش ده هيروح فين؟ في الستيتمنت في كاش فلو، هيروح برضو للانفستنج اكتيفيتي، لان ده كاش مدفوع عن مقابل جزئي لحيازه اسد، تمام. خليني بقى في النوت بيبل دي، هاجي في ديسمبر 31، ديسمبر 31 2020، هقول طيب في فوائد عليا؟ ايوه. يبقى ديبت انترست اكسبنس كريدت انترست بيبل،
انترست بيبل مش هزود قيمه النوت بيبل لان النوت بيبل مكتوبه خلاص. يبقى انا مش بعمل دي كمبيالة جديده، بعتبرها انترست هتدفع بقد ايه؟ بال 300,000 ضرب معدل فايده 10% مضروبه في 11 شهر ديفايدد 12 لانها كانت عن 11 شهر من يوم الحيازه لغايه اخر السنه. يبقى هنا على 12 في 11 يبقى تعمل لي فايده 27,500 بتساوي 27,500 27,500. طيب وريني العرض في قائمة المركز المالي لللايبيليتي في 31/12/2020 هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه كرنت لايبيليتي نوت بيبل بال 300,000 كلهم لان ده مبلغ هيدفع بعد شهر من تاريخ عرض الميزانية اللي انا بعرضها في اخر السنة بتاعت 20. وعندي كمان تحت الكرنت لايبيليتي انترست بيبل ب 27,500 يبقى الجزء ده كان نوت بيبل وده راحوا للكرنت لايبيليتي. الانترست دي هتدفع؟ ايوه هتدفع. يبقى عشان كده هي كده كده بتظهر نون اوبريتنج ايتم في الانكم ستيتمنت. يبقى هنا لما اروح للانكم ستيتمنت هنا انترست اكسبنس ب 27,500 ما اقدرش وانا بعمل الستيتمنت اوف كاش فلو بطريقه الاندايركت ميثود ما اقدرش ازودها على النت انكم. ليه؟ لانها صحيح مش مدفوعه بس هتدفع، دي هتدخل في تسويات الكرنت لايبيليتيز لكنها مش هتدخل بالاستبعاد المباشر بصفتها بندا غير نقديا. ليه؟ لانها بند نقدي زي ما هوريك دلوقتي انها هتدفع. يبقى معنى كده ان انا مش هرجع اضيفها مره ثانيه على النت انكم. يا فريد ما اتدفعتش لغايه اخر السنه، ما انا عارف انها ما اتدفعتش بس ليها تسويه ثانيه، لكن ملهاش دعوه بكونها انها بند غير نقدي، هي بند هيمثل انترست بيبل بعد مرور شهر هتدفع. تمام. لما هاجي السنه الجديده اللي هي 21 في تاريخ 31 يناير 2021، في جان 31 2021 الفائدة تستحق مع مرور الوقت. يبقى في شهر كمان، يبقى الشهر ده هكتب برضو ديبت انترست اكسبنس وده نون اوبريتنج وكريدت انترست بيبل برضو انترست بيبل بقد ايه؟ بال 300,000 اهي ضرب 10% اهي في 1/12 اهي، انا بعتبرها فايده بسيطه يعني، وبالتالي هنا تعتبر 2500. حلو قوي. وبعدين هيحصل ايه؟ ان انا في نفس اليوم هسدد النوت وهسدد الفايده. يبقى هكتب في نفس اليوم ده جان 31/2021 هقول ديبت نوت بيبل اللي هو ده بال 300 ديبت انترست بيبل بقد ايه الانترست بيبل؟ الانترست بيبل بالرقم ال 27,500 بتاع سنه 20 وب 2500 بتاع سنه 21 يعني بال 30,000 وكريدت الكاش ب 330,000 دولار. دي لو هي بيرنج انترست نود. طيب حلو قوي. لما اجي اعمل الاستيتمنت اوف كاش فلو بتاعت سنه 21 بتاعت سنه 21 الانترست قاعده عامه في معيار 95 الخاص بالستيتمنت اوف كاش فلو كل الانترست على اختلاف اشكالها تعامل اوبريتنج. يبقى بتظهر هنا. اما ده سدادي لل 300,000 بتاعت النوت بيبل ككاش اوت فلو هتظهر في الفاينانسنج. يبقى الفاينانسنج هيسحب كاش اوت فلو بتاع النوت نفسها اصل المبلغ، لكن سداد النوت السداد الانترست بيظهر في جزء الاوبريتنج. اذا هنا انا بديك قاعده في دماغي كده بقول لك الانترست طالما هي بتدفع هتظهر في الاستيتمنت اوف كاش فلو في الاوبريتنج. كل انواع الانترست القابله للسداد جزء اوبريتنج، اما اصل النوت هيظهر في الفاينانسنج.
طيب ده بالنسبه لو هي بيرنج انترست نوت. بالنسبه للاصل هتلاقي البيلدنج زادت ثمنه فزاد الديبريشيبل بيس بتاعه. بدل الديبريشيبل بيس بتاعه ما هيكون كان المره اللي فاتت 200,000، الديبريشيبل بيس هيكون 248,273 ناقص السالفج فاليو الى 25,000، يبقى دوت المبلغ القابل للعلاج. ده اللي هقسمه على 40 واضربه في 11 شهر على 12 عشان اجيب الاستهلاكات. في دي ما كده الاسيد زاد ثمنه. ايوه لانه هو ثمنه غالي. طب ايه دليلك انه ثمنه غالي يا فليب؟ دليل ان انا لما مضيت له على النوت قلت له النوت دي ب 300 وكمان هدفع لك بعد مرور سنه فايده عليها. يبقى معنى كده ان ده لا شك ان الاصل ثمنه غالي، بدليل ان انا دافع لك 300 بلس. هناك في المثال اللي فات انا دافع لك 300 شاكب راكب كله على بعض اللي جواها الفوائد، يبقى الاصل هناك كان ارخص في حاله النون بيرنج منه في الحاله بتاعه البيرنج انترست نوت. تمام. فاللقطات الصغيره دي عايزك من اولها كده تبقى واعيلها. ان شاء الله كلكم بعد ما هتخلصوا السي ام اي هتدخلوا اي فرز بعد كده وهتاخدوا شهاده المحاسبه الدوليه، بعد كده تدخلوا السي بي اي، يعني اللهم ايه بلغنا بس طول العمر مع بعض. هتحبوا اللعبه قوي وهتثمر معاكم ان شاء الله باذن الله اجتماعيا وماديا كتير، بس نحب الحاجه عشان نبدع فيها. يبقى دي في حاله نون بيرنج في الحاله الاولى مقارنه بحاله البيرنج انترست في الحاله الثانيه. خزن المعرفه دي كويس قوي واكتبها قدامك لو تحب في ورقه بشكل مقارن عشان تشوف الاثار بتاعتها. تمام. يبقى كده اتكلمنا على اول ترانز اكشن فيما يتعلق بحيازات اصول طويله الاجل اللي هو البي بي اند اي. تعال نتكلم على حاله ثانيه. تعال نتكلم على حاله ثانيه. فبراير 1 2020 احنا كده عندنا ارض ومباني، عايزين ايه تاني؟ انا بفكر مكان فيرا هنا، بفكر مكان الشركة. عايزين ايه تاني؟ عايزين عربيات، ما هو شركة تجارية، عربيات سواء لنقل الموظفين او عربيات لنقل البضاعة. تعال نجيب شوية عربيات، بنعد الكيان او البنية الاساسية عشان نبتدي نشتغل في التجارة اللي احنا منشئين عشانها. في 1 فبراير 2020 اول يوم في الشهر الثاني من السنة، فيرا اكوايرد، اكوايرد يعني برتشيزد، استحوذت على اشترت 3 فيكلز كاش، 3 عربيات كاش. ليه فليب بتقول كاش؟ خلاص ما احنا عرفنا بيرنج ونون بيرنج والكلام ده، نتكلم على معاملة ما اللايبيليتي اللي فيها مش موجودة كاش. 3 فيكلز كاش، 3 عربيات دفعنا ثمن كل واحدة فيهم نقدا. تمام. ايتش كل عربية من الثلاثة كلفت فيرا $30,000. تمام. خلينا نكتب القيد في يوم الحيازة، يبقى يوم 1 فبراير 2020 اهو ادي فيب، يوم 1 2020 ديبت بي بي اند اي شرطة فيكلز، فيكلز يعني سيارات. تمام. والكريدت بتاعها كاش بقد ايه؟ $30,000 للعربية مضروبة في 3 فيكلز بتساوي $90,000. يبقى دي القيمة النقدية على طول، ده الكاش المكافئ للثلاث عربيات. كمل.
فيرا استيميتس بتقدر فيرا الاسكراب فاليو. بنوع معك الاسكراب فاليو هو السالفيج فاليو. الاسكراب فاليو فور ايتش فيكل لكل سياره ات ذا اند اوف 5 يير. يبقى هو مديني حاجتين، العمر 5 سنين ده اليوسفل لايف المتوقعه منه، وايضا مديني الاسكراب فاليو انه 2000. يبقى معنى كده مديني حاجتين، ايه هما؟ سالفيج فاليو بتساوي 2000 بير فيكل للسياره، ومديني اليوز فول لايف يوسفل يا ايه لايف بتساوي 5 years 5 سنوات. ماشي يا عم. ايه تاني؟ two of these vehicles would be used to transport goods. عربيتين من التلاتة هنستخدمهم في نقل البضاعة. نقل البضاعة لمين؟ to transport goods to the customers. يبقى ده نقل للداخل ولا نقل للخارج؟ في ليه هي تفرق؟ تفرق. الترانسبورتيشن ان اللي هي نقل البضاعة الى داخل مقر الشركة، يعني وانا بشتريها، جزء لا يتجزأ من تكلفة البضاعة. الترانسبورتيشن ان. طب الترانسبورتيشن اوت؟ الترانسبورتيشن اوت دي تكاليف بتساعد على ان الزبون يحبني، بتساعد ان الزبون يرتبط، بيعمل لويالتي او ولاء، فانا بساعده فبنقله باسطول العربيات اللي عندي البضاعه. دي اسمها ترانسبورتيشن اوت. يبقى تكلفه البنزين وتكلفه الصيانه للعربيه وتكلفه الاصلاح للعربيه وتكلفه السواقين مصاريف تسويقيه. يعني تظهر هنا هو ماركتينج اند سيلينج اكسبنس. يبقى اذا عربيتين يخدموا الوظيفه التسويقيه للشركه. كمل. يبقى two of these vehicles would be used to transport goods to the customers. شكرا. طب والثالثه؟ and one is used for administrative purposes. اما الثالثه تستخدم لاغراض اداريه. اذا جميع التكاليف المرتبطه بيها مع الاهلاك بتاعها هيدخل على الجنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز. ماشي يا عم كمل. ادي السنه بتاعتنا، ادي التايم لاين، يوم الحيازه فيب 1 2020. ماشي. ودول 3 عربيات. حصل ايه بقى من ال3 عربيات؟ جت وقعه مش حلوه حصلت خلال السنه اللي هي ايه؟ فبيقول لي جولاي 31. يبقى هنا ادي جولاي 31 2020، يعني بعد مرور 6 اشهر من اول فبراير كله لغايه اخر جولاي كله، دول 6 months. حصل ايه بعد مرور 6 شهور؟ في هذا التاريخ one of the vehicles، واحدة من تلك السيارات، made an accident، عملت حادثة. هي يا ربي ايه العربية اللي عملت حادثة دي؟ بتاعة الإدارة ولا بتوع واحدة من بتوع التسويق؟ تمام. while delivering goods to the customer، بينما هي بتسلم البضاعة للعملاء. إذا دي عربية من العربيتين بتوع التسويق عملت حادثة. طب وبعدين حصل ايه بقى؟ and sold at $20,000. اخرب بيت كده. and sold $20,000، يعني واضح ان انا مش عارف استخدمها في نشاطي، فقلت لا اخلص منها، العربيه دي مش هتناسبني بعد كده. يعني في نفس اليوم عملت حادثه، في نفس اليوم بعتها، يعني حتى ما صلحتهاش. ماشي. القاعده تقول ايه؟ العربيه دي من يوم حيازتها لغايه اليوم اللي عملت فيه الحادثه كانت بتقدم لي خدمات، مقابل الخدمات لازم يتحسب اهلاك. يبقى الاهلاك نفقه من النفقات اللي بتساعدني ان انا اولد الايراد. يبقى لما بجيب هنا ايراد في شكل مبيعات يبقى لازم اعمل ماتشنج، يبقى الاهلاك مصروف، وبالتالي المصروف لازم يتحسب عن الفتره،
من اول السنه او من تاريخ الحيازه، هنا من تاريخ الحيازه لغايه اليوم اللي حصل فيه ضرر للاصل وتوقف عن الاستخدام لانه قدم خدمات في الفتره دي اللي هي الست اشهر، يبقى مطلوب مني اعمل الاهلاك مقابل للخدمات اللي قدمتها العربيه عن الست اشهر. طب تعالى نهلكها، يبقى الديبت بتاعها ايه؟ هقول ديبت ديبريشيشن اكسبنس بقد ايه؟ بالديبريشيابل بيس. الديبريشيابل بيس مش ال 30,000 لان فيها صلد فاليو لكل عربيه كنت مقدرها ابتداء ب 2000، يبقى الديبريشيابل بيس هو ال 30,000 ناقص ال 2000 يبقى ال 28,000. هقسمها على 5 سنين، على 5 years، واضربها في نص سنه من يوم حيازتها لليوم اللي عملت فيه الحادثه. هذا المصروف الديبريشيشن اكسبنس يروح جنرال وادمنستريتيف اكسبنس ولا يروح ماركتينج؟ لا يروح ماركتينج، لان العربيه دي لما عملت حادثه كانت بتوصل بضاعه، يبقى اذا دي من عربيات البيع، يبقى دي خاصه بالماركتينج اند سيلينج اي اكس بي. وطبعا الكريدت بتاعها accumulated depreciation الى حساب مجمع الاهلاك. يبقى الرقم اللي هيطلع لي هنا هو كام؟ هو 2800. ادي 2800 ماشي، 2800. قال لي ان هو باعها في نفس اليوم. طيب هي الكارينج فاليو بتاعتها بكام؟ يعني لو انت هتظهر العربيه دي لوحدها على جنب لوحدها، هتظهر في نان كرنت اسيد، هتظهر بكام؟ يبقى الفيكل يعني بي بي اند اي فيكل عربيه، هتظهر بالهيستوريكال كوست اللي هي 30 ومجمع اهلاكها لغايه اللحظه دي 2800. يعني معنى كده ان صافي العربيه دي لوحدها بيساوي 27,200 تقريبا، 30 ناقص 2800 يبقى 27,200. 27,200 دي اسمها الكارينج فاليو او اسمها البوك فاليو، وده طبعا اسمه الاكيوميليتد ديبريشيشن اهو. طيب عندي قاعده، عندي قاعده مهمه. ايه فلفل القاعده دي؟ هقول لك. الاصل لما تكون الكارينج اماونت بتاعته 27,200 وببيعه ب 20,000، انا كسبان ولا خسران؟ خسران، طالما الكارينج فاليو اكبر من السيلينج برايس فدي خساره. يبقى اذا في كابيتال لوس، يبقى الكابيتال لوس الخساره الراسماليه بتساوي الكارينج فاليو للاصل اللي هو الاصل ناقص اهلاكاته لغايه اللحظه اللي هيتباع فيها دي، اللي هو بال 27,200 ناقص السيلينج برايس بتاعه، السيلينج برايس بتاعه اللي هو كان ب 20,000 دولار. فالكابيتال لوس هنا ب 7,200. تعال نسجل قيد البيع للعربيه، تعال نسجل قيد بيع العربيه. لما هبيع العربيه استلمت كاش، يبقى ديبت كاش، ديبت كاش بقد ايه؟ بثمن البيع 20,000. ماشي، دي اول حته. اوعى تقفل الصافي او الكارينج اماونت بتاعت الاصل. الكارينج اماونت ده مش حساب عندي في الدفاتر، دي نتيجه من طرح رقمين، الاصل ومجمع اهلاكه. اذا محاسبيا ما حدش يقفل الصافي، لازم تقفل الاصل وتقفل مجمع الاهلاك. الاصل كان طبيعته ديبت، ده اسد اللي هو ال 30,000 دي، يبقى لما يتقفل دي بنسميها في المحاسبه دي ريكوجنيشن، يعني اطلعه بره الاعتراف المحاسبي، يبقى ريكوجنايز يعني يعترف به محاسبيا، دي ريكوجنايز يعني اشيله من الاعتراف، يبقى هشيل الاسد من الميزانيه عندي، هعمله دي ريكوجنيشن، يبقى هتبقى كريدت. كريدت البي بي اند اي بال 30,000 اللي كان عليهم المالي سيتيكال كوست.
ومجمع الاهلاك بتاعه يتشال معاه، ما خلاص ما فيش اهلاكات تانية لهذا الاصل لانه هيتباع. يبقى الديبت لان كانت مجمع الاهلاك كان كونترا اسيد، يعني بيخفض من الاسيد، وبالتالي كانت طبيعته ديبت، كانت طبيعته كريدت، فيتقفل ديبت. يبقى الاكيوميليتد ديبريشيشن بال 2800 هنا، تمام. يبقى اذا ال 2800 لما تطرح من ال 30000 ده الكارينج اماونت اللي هم ال 27200، لما تتقارن بال 20000 اللي هم الكاش اللي استلمتهم يبقى النتيجه هنا ديبت كابيتال لوس ب 7200. ماشي. يبقى ده القيد بالنسبه للعربيه اللي عملت حادثه خلال العام. تعال ندخل على اللي بعديها. العربيتين التانيين هيكملوا معايا، العربيتين التانيين هيكملوا معايا فههلكهم اخر السنه. طيب لما اجي اهلك العربيتين التانيين هكتب ايه؟ ديبت، طبعا لازم اقول ماركتنج وسيلينج، واقول ديبت برضو جنرال وادمنستريتيف، وده ديبريشيشن اكسبنس اي اكس بي، وده برضو ديبريشيشن اكسبنس لمين؟ للفيكل. في فيكل فيهم بتخدم الوظيفه التسويقيه، وفيكل بتخدم الوظيفه الاداريه، والى حساب مجمع الاكيوميليتد ديبريشيشن للفيكل. ماشي يا عم، ده بالنسبه للعربيتين اللي باقيين. تمام، اهلك لي العربية الأولى ههلكها عن كم شهر؟ من تاريخ شرائها. وانت اشتريتها امتى؟ في فبراير واحد. يا فليب ده هما ما ابتدوش النشاط إلا في آخر فبراير يوم افتتحوا المبنى. ماليش دعوة، أنا بقول العبرة في الإهلاك طالما الأصل في المكان وفي الحالة اللي تسمح باستخدامه من تاريخ حيازته مش من تاريخ استخدامه. يبقى الديبريشيبل بيس لكل عربية فيهم هتكون ال 30000 ناقص ال 2000 اللي هم السالفيج فاليو، يعني 28000. هقسم ال 28000 على 5 ييرز لانها انا معضل لها 5 سنين، واضرب في 11 على 12، 11 شهر يعني. يبقى الاهلاك اللي هيروح للماركتنج والسيلينج اكسبنسز هيبقى ب 5133، 5133، وزيهم اللي هيروح الجنرال والادمنستريتيف يبقى مجموعهم اكيوميليتد 10266. طيب نمشي واحده واحده ونتكلم على الابعاد وتاثيرها على القوائم الماليه اللي قدامنا في اللي حصل زي ما هو مكتوب قدامنا على البرنامج عشان ما انتهوش. فبيقول لي في الاكسبلانيشن نمره A ريكوردنج اكويزيشن اوف 3 فيكلز، تسجيل عمليه الحيازه لثلاثه سيارات، اي سجلناها ديبت بي بي اند اي فيكلز ب 90000 كريدت كاش، تمام. وبعدين نمره B فور ذا فيكل، بالنسبه للسياره اللي عملت حادثه يقصد يعني، فور ذا فيكل that made an accident اللي عملت حادثة on July 31 سنة 2020 and sold for cash ب 20000 دولار the following calculations اللي هي الكالكوليشن بتاعت الإهلاكات يعني، ثم الكالكوليشن بتاعت الكابيتال لوس. يبقى أنا محتاج أعمل حسابات عشان أعرف كم إهلاك لغاية اليوم اللي عملت فيه الحادثة وكام الكابيتال لوس اللي تنشأ عن عملية البيع. The following calculations and entries are to be made at that date. هنعملها في هذا اليوم. واحد أو نجمة يعني calculate احسب لي and record the vehicle depreciation اللي هو الإهلاك للسيارة up to the date of sale حتى تاريخ البيع اللي هو تاريخ الحادثة تحديدا. لأن الإهلاك مش تاريخ البيع، الإهلاك تاريخ الحادثة، بس هنا تاريخ الحادثة وتاريخ البيع، فعشان كده أنا بقول حتى تاريخ البيع، لكن القاعدة إن أنا هحسب الإهلاك لغاية اليوم اللي بيتوقف فيه الأصل عن تقديم خدماته، نخلي بالنا من الكلام، تمام؟
فهنا الديبريشيشن اكسبنس بيساوي ال 30,000 اللي هي قيمه الحيازه ناقص ال 2000 اللي هي سكراب فاليو مضروبه في 6 شهور على 60 شهر. 60 شهر ده 5 سنين، في 6 شهور اللي هم الفتره من فبراير 1 لغايه جولاي 31 طلعت 2800. ماشي. الديبريشيشن اكسبنس هيروح في القيد فرد مدينه، بس هيروح على اي وظيفه؟ هيروح على الماركتينج والسيلينج، لان العربيه اللي عملت حادثه خاصه بالوظيفه التسويقيه والبيعيه. فبيقول ديبريشيشن اكسبنس is related to marketing and selling expense. ليه عم؟ because عشان the accident happened ولأن حادثة حصلت لها while delivering goods to the customer. يعني بقول له انت اللي بتقول ان حصلت لها حادثة اثناء ما هي بتسلم بضاعة، فاكيد دي ترتبط بالمصاريف التسويقية والبيعية. تمام. when an item of PPE and E is sold لما اصل يتباع، ايدم او بي بي ان دي يعني لما اصل يتباع يحصل ايه بقى؟ زي جين اور لوس، جي اللي هي جين سلاش لوس، يبقى يا جين لو انا بعته بمبلغ اكبر من الكارينج فاليو، لو لوس بعته بمبلغ اقل من الكارينج فاليو. تمام. الجين او اللوس اون disposal على التخلص منه على بيعه يعني on disposal is the difference ما بين هي الفرق ما بين ايه الجين او اللوس هو الفرق ما بين الكارينج فاليو والقيمة البيعية. لو القيمة البيعية اكبر يبقى كارينج كابيتال جين، لو الكارينج فاليو اكبر زي الحالة بتاعتنا يبقى كابيتال لوس. تمام. فبيكمل بيقول الكابيتال جين او اللوس هي الفرق ما بين the difference between the net proceeds، net proceeds اللي هي صافي المبلغ اللي باخده عند البيع يعني، and the carrying amount of the asset والقيمة الدفترية له في هذا التاريخ طبعا. After taking depreciation بعد ما خدنا depreciation كانت القيمة بتاعته بتساوي الدفترية 27,200 لأني حسبت له هناك في الفترة الست شهور ب 2800. تمام. كمل الكلام. فهنا طلعت لي كابيتال لوس ب 7200. وان افيكسد اسيد اللي هو بيحب الامريكان يقول لك فيكسد اسيد، فساعات انا تلاقيني نسيت بكتب لك فيكسد اسيد اللي هو النون كرنت اسيد اقصد يعني. وان افيكسد اسيد از سولد فور ليس ذان اتس بوك فاليو لما يتباع بمبلغ اقل من الكارينج فاليو بتاعته زي الحاله دي يتباع ب 20 والكارينج فاليو 27200 يحصل ايه بقى؟ The result is a capital loss and the vice is versa والعكس صحيح and the vice is versa يعني العكس صحيح. تمام. وبالتالي هنا for capital gain recording the disposition تسجيل عملية التخلص من الأصل أقصد تسجيل عملية البيع هو التخلص تم بالبيع هنا مش بالرمي ما رميتهوش أنا تخلصت منه بالبيع. Recording the disposition of the vehicle at a capital loss ورحت مسجل القيد إن أنا عملت القيمة اللي قبضتها زودت بيها الكاش قفلت الأسد كله بال 30,000 اللي هي الهيستوريكال كوست قفلت مجمع إهلاكه حتى التاريخ بتاعه 2800 وكان الكابيتال لوس بتاعتي بال 7200 سجلتها. تمام. كابيتال لوس تعالى هنا بيكلمني على الحته دي بقى هو عايز يكلمني على القوائم الماليه عايز يكلمني على القوائم الماليه خلينا نتكلم على القوائم الماليه في حته ال 30,000 اللي اتدفعت في سبيل الحصول على ثلاث عربيات هتظهر في اي مرحله في الستيتمنت اوف كاش فلو سواء بالدايركت ميثود او الاندايركت ميثود خلي بالك ان الدايركت ميثود والاندايركت ميثود متشابهين تماما كوبي بيست في المرحله بتاعت الانفستنج ومرحله الفاينانسنج يختلف طريقه الدايركت والاندايركت عند عرض الستيتمنت اوف كاش فلو فقط في المرحله الاولى اللي هو الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز لكن المرحلتين الثانيه والثالثه الانفستنج والفاينانسنج زي بعض بالملي. تمام.
هنا بقى ال 90,000 دي اتدفعت سنه 20، يبقى لما اجي اعرض الفاينانشال ستيتمنتس بما فيهم الستيتمنت اوف كاش فلو بتاع سنه 20، ال 90,000 دي صار فين؟ ده حيازه طاقه. حيازه طاقه دي احد الطاقات العربيه، دي طاقه بستخدمها، وبالتالي ده انفستنج اكتيفيتي. فهكتب كده تحت الانفستنج اكويزيشن اوف 3 فيكلز، واكتب بين قوسين 90,000، لان 90,000 دي اتصرفت لانها ظهرت في القيد كريدت. تمام، ده نمره واحد. نمره اثنين، تعال نروح للقيد ده. القيد ده هنمسك السبعه 200 دي. السبعه 200 دي تعتبر كابيتال لوس. اللوس دي معناها ايه يا ولاد؟ اللوس معناها يا اما اسد فقد منفعه بدون ما يديني قدامها خدمات، يا اما تحملت لايبيليتي من حيث لا ادرى. يبقى تعريف اللوس او منشا اللوس، منشا بتنشا عن ايه؟ يا اما عن اسد امبيرد اور لايبيليتي انكيرد، يعني انا بتحمل الخساره منشاها سبب من اثنين، يا اصل كان عندي فحصل عليه ضرر، يا اما فجاه اتحملت لايبيليتي بدون ما كانت على البال ولا على الخاطر. يبقى ده تعريف او ده منشا اللص، اسيد امبيرد اور لايبيليتي انكيرد. هنا الاسيد امبيرد ليه؟ لانه عمل حادثه ففقد جزء من قيمته. دليلك ايه؟ ان انا لما جيت ابيعه ما عرفتش استرد الكارينج اماونت بتاعته. فاللص دايما جزء غير تشغيلي، يبقى تظهر في الاذر اكسبنسز اند لوسز في البي في الانكم ستيتمنت اهي. يبقى لما نروح كده للانكم ستيتمنت هنلاقي هنا اذر اكسبنسز اند لوسز، منها الكابيتال لوس. يبقى اذا ال 700 الناشئه عن بيع السياره هتظهر في الحته النون اوبريتنج. طب الاهلاك، المصروف هو مقابل، بص الكلام، المصروف هو مقابل خدمه، مصروف الاهلاك مقابل خدمات، ان العربيه كانت بتنقل البضاعه للزباين والخدمات دي ساهمت في توريد ايراد للشركه، وبالتالي دي ما اسمهاش لوس، اسمها اكسبنس. وبالتالي لما تيجي تظهر هتظهر في الجزء التشغيلي. طب فين في الجزء التشغيلي؟ يبقى مصروف الاهلاك للعربيه كانت بتخدم مين؟ كانت بتخدم نقل البضاعه للخارج، ترانسبورتيشن اوت، فتظهر في الحته دي ماركتنج اند سيلينج اكسبنسز. يبقى اذا في رقمين هنا، ال 2800 في الاهلاكات على الماركتنج والسيلينج، اما ال 700 نون اوبريتنج ايتم فبيظهر في الاذر اكسبنسز اند ايه؟ لوسز. تمام. وبعدين في 20,000 متحصله تسمع في الستيتمنت اوف كاش فلو اسر بيع جزء من الطاقه اللي كانت عندي. انا لما استحوذت على الطاقه اللي هم الثلاث عربيات قلت في مرحله الانفستنج ان في كاش اوت فلو في المرحله دي. اذا لما بيع اصل طويل الاجل من الاصول النشاطيه بتاعتي برضه هيدخل ككاش ان فلو في مرحله الانفستنج. يبقى المبلغ المحصل ده اللي هو الكاش ان فلو في مرحله الانفستنج هيسمى معايا في الستيتمنت اوف كاش فلو دايركت او اندايركت، ما يهمنيش. طيب فليب، تعال نفكر في حته القيمه شويه. هي الكابيتال لوس دي، الكابيتال لوس دي، بص ركز معايا فيها، دخلت على قيمه الدخل اللي هي الانكم ستيتمنت. ايوه، دخلت بتعمل ايه في النت انكم؟ بتقلله، هي دي محتاجه كلام. اللص بيقلل من النت انكم، ماشي. طيب اللص ده مبلغ مقبوض ولا مبلغ مدفوع؟ اوعى حد يقول كده ولا كده. بصوا قاعده عامه، لما حد يخيرك ما بين اختيارين ما تختارش الاثنين، لاني اكيد في اختيار ثالث واختيار رابع واختيار خامس.
فلما اقول لك دي ولا دي ما تروحش معايا، انا كده بلعبك بس. فهي لا مبلغ مدفوع ولا مبلغ مقبوض. امال هو ايه؟ هو حرمان من تحصيل نتيجه افتقاد الاصل لبعض قدراته بسبب الحادثه. فبدل ما انا ابيعه على 27,200 قبضت فيه 20,000 ودخلتها هنا، يبقى الكاش انفلو او الاثر النقدي بتاعه ظهر في قائمه التدفقات النقديه بال20 اللي اتقبضوا. طيب حلو. لكن اللص ده هو عباره عن حسبه حسبت فيها الفرق ما بين الكارينج فاليو والسيلينج برايس بال7200. اذا هي ظهرت كلص لكنها ملهاش دعوه بالتدفق النقدي، لاني حطيت التدفق النقدي بالمبلغ اللي انا قبضته بال20 في الكاش انفلو في مرحله الانفستنج. لهذا مخفضا النت انكم بدون وجه حق، اذا ليس لها اثرا على الكاش. اذا لازم لما اجي احول من النت انكم المبني على الاكروال بيسز ارجع اضيفها مره ثانيه. دي قاعده يا فليب؟ ايوه. جميع الكابيتال لوس اللي هتلاقيها في الانكم ستيتمنت ترجع تضيفها على النت انكم، لان الكابيتال لوس مش مبالغ لا محصله ولا مبالغ مدفوعه. العكس في الكابيتال جين، الكابيتال جين بيزود النت انكم، ولانه مش مبلغ مدفوع ولا مبلغ محصل، لهذا عندي اعداد الستيتمنت اوف كاش فلو بطريقه الاندايركت ميثود انقصه من النت انكم. يبقى اي كابيتال جين موجود في قائمة الدخل او اي كابيتال لوس موجودة في قائمة الدخل، لما اجي اعمل ستيتمنت اوف كاش فلو بطريقة الاندايركت ميثود لازم اعمل ادجستمنت على النت انكم. لو هو كابيتال لوس يعتبر خسارة لكنها ليست لها طبيعة الدفع، ومن ثم تضاف على النت انكم. لو كابيتال جين هو مكسب لكن احتساب، لانه دخل في المبلغ المقبوض لاني قبضت، وبالتالي اللي قبضته دخل في الانفستنج. اذا معنى كده النت انكم زايد بالنسبه له فنقصها من الجزء الاوبريتنج. فليب انت بتدخل كابيتال جين وكابيتال لوس ليه في الاوبريتنج؟ بابا انا بعدل الجزء التشغيلي سواء بالاضافه عن النت انكم او بالخصم منه، لكن لا الكابيتال جين هي تشغيلي ولا الكابيتال لوس تشغيلي، ده انا بعدل الاثار الغير تشغيليه على الكابيتال جين والكابيتال لوس عند اعداد الستيتمنت اوف كاش فلو. اما التدفق سواء بال 90,000 اللي خرجت لما استحوذت ظهرت في الانفستنج ككاش اوت فلو، او بال 20,000 لما قبضتهم وبعت العربيه ظهرت على الستيتمنت اوف كاش فلو ككاش ان فلو برضه في مرحله الانفستنج. خلي بالك من الكلام، انا بس بحاول برضه اوسع نظرتك للامور شويه. هنا بيكمل الراجل معايا بيقول ايه؟ الديبريشيشن خلاص وبعدين عملنا القيد بتاعنا، فبيقول الكابيتال لوس نون اوبريتنج ايتم بعد القيد على طول، بيقول كده في نمره سي كابيتال لوس از نون اوبريتنج ايتم. صحيح، وبالتالي طالما هو نون اوبريتنج يبقى بيظهر في الاثر هنا اهو في قائمه الدخل. ان انكم ستيتمنت كابيتال لوس اون سيل اوف افيكسد اسيتس على بيوع الاصول طويله الاجل is non cash item. ليه؟ لان ده مبلغ كان لو ما حصلش ضرر كنت هحصله جوه ثمن البيع اللي بحطه في الانفستنج. يعني كنت هحصل في الانفستنج 27,200، لكن ما عرفتش احصل 27,200، انا حصلت 20,000 بس، يبقى مبلغ ما عرفتش احصله نتيجه ضرر اثبت على هذا الاصل. اذا هو عباره عن خساره مخفضه النت انكم لكن ملهاش كاش فلو افكت. الكاش فلو افكت ظهر في ان انا حطيت 20 بدل ما احط ال 27,200 نتيجه ان انا ما عرفتش ابيع ال 27,200. فبيكمل بيقول ايه بقى؟ كابيتال لوس اون اسيل اوف افكسد اسيد از نون كاش ايتم، يعني بند ما هواش لا كاش ان ولا كاش اوت، هو حرمان من كاش ان، لان الكاش ان كان المفروض يبقى ب 27,200 لكن انا اتحرمت من ال 27,200 بمقدار 7,200 فحصلت بس ال 20. كمل. نون اوبريتنج ايتم ذات ديكريسز نت انكم، يعني وجوده في قائمه الدخل بيخفض النت انكم. صح. ذس وعليه وين بريبيرنج ستيتمنت اوف كاش فلو
بطريقة الاندايركت ميثود. The loss amount السبعمتين is added back to net income. تضاف مرة ثانية لأن دوت ما هواش بند له تأثير نقدي. الأصل النقدي اتحسب في البيعة بالعشرين ألف اللي دخلت مرحلة الانفستينج. تمام؟ فبيكمل is not cash out flow. يبقى هنا اللص دي ما هيش cash out flow, ده حرمان من انفلو ما حصلتوش. تمام؟ The loss amount is added back to net income because it is not cash out flow. And the amount received, أقصد العشرين ألف, أقصد العشرين ألف المبلغ اللي أنا حصلته عند البيع. And the amount received on the sale of a fixed asset اللي هم العشرين ألف مالهم sold is considered the cash inflow. بتظهر فين؟ في الانفستينج, لانه الانفستينج كل ما يزود الطاقه يبقى بدفع عنه فلوس يبقى اوت فلو. كل اللي انا بتخلص منه من طاقات فببيعه بيبقى كاش انفلو في الانفستينج. تمام؟ فبيكمل بيقول الاماونت ريسيفد شون ان انفستينج اكتيفيتيز سيكشن كونفرسلي والعكس. يعني لو انا بايع بمبلغ 35,000 هو كانت الكارينج فاليو 27, يبقى 27,000 اقل من 35,000 يبقى ده كابيتال جين. الكابيتال جين هو تمثل اوريدي في الخمسه, ده جزء من ال 35,000 اللي انت هتقبضهم وتحطهم هنا. يبقى معنى كده اني انا لازم اشيل اثره لانه مضخم النت انكم في حين ان هو جزء من المبلغ المحصل اللي دخل في مرحله الانفستنج. لهذا يجب الغاء اثره على النت انكم بان انا انقصه من النت انكم لانه بند غير نقدي, لانه جزء من المبلغ اللي اتحصل عند البيع. فعشان كده بيكمل بيقول conversely والعكس capital gain on sale of a fixed asset is also هو كمان non cash item. ما فيش شركة بتحصل capital gain وما فيش شركة بتدفع capital loss, اللي بتحصله هو مبلغ البيع المتضمن الكابيتال جين, اللي بتحصله هو مبلغ البيع اللي انقص اقل بالكابيتال لوس. اذا الكابيتال جين والكابيتال لوس هي بنود غير نقديه بطبيعتها. تمام؟ conversely capital gain on a sale of a fixed asset is also non cash item that increases, يعني وجودها في الانكم ستيتمنت بيزود النت انكم. وطبعا دي بتتحط بند غير تشغيلي, بتظهر هنا اهو اللي هو كابيتال جين في الجزء النون اوبريتنج. تمام؟ زاس وعليه زاس وين بريبيرنج ستيتمنت اوف كاش فلو برضه بطريقه الاندايركت ميثود this amount is deducted لانه مزود النت انكم فبخصمه بقلله is deducted from net income because it is not cash inflow لانه ده جزء من الثمن الفعلي اتحصل اللي دخل في مرحله الانفستنج. تمام؟ and the amount received اللي هو ال 35,000 فرضا اللي انا قايل عليها ثمن البيع on a sale of the asset sold is considered the cash inflow وبالتالي بتدخل في مرحلة الانفستنج تزود الكاش اللي جاي. تمام؟ شون يظهر ان انفستنج اكتيفيتيز سيكشن. ماشي, ده بالنسبة للعربية اللي اتباعت. يبقى احنا بنعمل اهلاكها لغاية اللحظة اللي كانت بتخدمنا فيها. الاهلاك مصروف يتواجه بالإيراد فيدخل جوه الجزء الاوبريتنج على الوظيفة اللي تخصه, ثم اللص بتظهر في الأزر, واللص بعد كده تاثيرها انها منقصه من الانكم فبرجع اضيفها في الستيتمنت اوف كاش فلو بطريقه الاندايركت ميثود, والمبلغ المحصل عن بيع الاصل نفسه بيدخل في مرحله الانفستنج. طيب بالنسبه للعربيات الباقيه, بالنسبه للعربيتين الباقيين هستهلكهم من اول شهر فبراير لغايه اخر السنه هنا اللي هو ديسمبر 31 2020, ودول اللي هيبقوا عندي في الميزانيه ودول اللي هيكملوا معايا. فهيظهر هنا بالنسبة للفيكسد أسيد في البي بي أند إيه هيظهر معايا إيه بقى؟ هيظهر العربيتين, خلاص دي خلاص مش عايزينها, هيظهر العربيتين هنقول هنا بي بي أند إيه شرطة فيكل أو فيكلز, يعني
بال60,000 اللي هم الهيستوريكال كوست العربيتين ناقص الاكيوميليتد ديبريشيشن اللي هو ال10,266 تظهر كونترا اسد ويظهر الكارينج فاليو بكام؟ 40,000 49,000 ولا كام؟ فيظهر ب 49,734 49,734 يبقى ده الكارينج فاليو العربيتين اللي هيتبقوا ويكملوا معايا. فبيقول لي نمره ايه فور ذا ريمينينج تو فيكلز بالنسبه للعربيتين اللي باقيين. The depreciation is to be calculated at year end اللي هو 31/12/2020 as follow. وراح حسب لي الاهلاك اللي هو 60,000 ناقص السالفج فاليو للعربيتين 2000 لكل عربيه يعني 4000 وضربتها بعد كده في 11 شهر على 12 بعد ما اقسم على 5 سنين فادتني القيد بتاعنا عملناه وخدنا البريزنتيشن بتاعنا في الاستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن اللي هو قائمه المركز المالي بتاعتنا اظهرت لنا صافي الاصل او البوك فاليو بتاعته ب 49,734 تمام.